في الهوى بيلعب بك ياس، مثل الهوى بيلعب بك ياس، دايرين نحن وهالناس بحلقة ملها أساس، نحن وهالناس بحلقة ملها أساس، دايرين من قرني لقرني عصوت الرصاص، تركنا شبابكنا شبابكنا، تركنا الدور شلحنا أعمرنا كشفنا الصدور، كل اللي عم نعمله كل اللي عم نعمله عم يلا ما بقي علينا إلا نقطع هالشارع ومنكون نفدنا. طيب توكل على الله ولا كثرة حكي، مو كل ما وصلنا على مفرق ولا دخلة بدنا نضل فيها ساعة. لك يا حبيبتي هذا قناص، قناص مو لعبة طمامة. انت بتضلك تشتوش يا زلمة، صرنا 3 سنين على الحالة وما تعودت، لسه بدك تحسبها وتزبطها وتدرسها. ربك الحامي يا رجل، ركض ركض وخلص، خلصني خلينا نوصل على البيت. عالبيت يا الله، قديش مشتاقلوا لهالبيت، قديش صرنا نازحين منه. كم بيت صرنا مغيرين من اول نزحة لهلا، وشو رأيك نأجل المناحة لنصهل؟ هنيك بتاخد راحتك اكتر بالبوح والنوح والنق والسق. خلصني يا زلمة خلصني، امشي بقى. 1 2 3 الله اكبر. لك الله يعينك على عقلاتك، لك إذا القناص سهيان عنك بتكون فيقته. لك ليش هذا المقنوص بيسهى ولا بيخلي حدا يسهى؟ إيه أنت بدك تمرق، ما بدك تشكل كتيبة، يعني كان لازم تقول دستور. إيه يلا خلصيني خلصيني بقى، حاجتك لعي أنت التانية، على أساس أنا اللي عم أخر الزحف المقدس تبعك على بيت الزوجية. خلصيني مرقي خلصيني. لعمة بقلبه جنات، لعمة سليم كمل انت، انا راجع على بيت اختي. يخرب بيته، ها؟ على اساس هذا بيت اللي خلفه لاختك، ما بيت اختك تدمر من سنتين ولا نسياني؟ قصدي البيت اللي مستأجرته اختي. اختك مو مستأجرة، هذا البيت سكبة، سكبة من ولاد الحلال. الله اكبر. لك ولي على اختك، مو على اساس بيقولوا دستور. لكن مش بيعرفني، دق فيني الحماس، شفت الرصاصة مرقت من جنب راسي. ايه الحمد لله على السلامة، وانا شفتها طبعا، شفتها 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 بعيني، بس لاحظت انه ما له حس ولا له صوت. سلالة عم تسل سلة هي الطلقة. شو قصدك سليم؟ ولا شي، من شابه اخاه فما ظلم. سليم شو بك نازل باهلي سفق؟ شي اختي وشي اخي، شو بدك باخي انت؟ ولو اخوك حبيب قلبي، بس تذكرته لما قلتي السحبة تبع رصاصة وراسك. اخوك ما شاء الله عليه، إجا رصاص جنب راسه وجنب إجره وبإزاز السيارة تبعه اللي راكب فيها أكتر من الرصاص اللي انصرف بالقصير ولساته عايش. أنت مو شايف من كل اللي عم بيصير إلا أهلي؟ شرف شرف، امشي هلأ خلينا نوصل لبيتنا. أهم شي هلأ خلصنا من القناص ومنقدر نمشي ونحن فاردين
طولنا وعرضنا بقى. شو قليلة تمشي فارد طولك، العين تحرسك مثل عرق الفول. وليه؟ لك أنا جوزك، لك أنا جوزك، جوزك جوزك سليم، والله اللي بيسمحك بيفكرني ضرتك. وأعز ابن عمي الله يوصلنا على خير. بس والله خايف نوصل ما نلاقي البيت. وحدي الله، جارنا أبو محمود قال لك البيت ما في شي، والحمد لله الحارة كلها ما نزل فيها إلا 3-4-5 قزائق، وما في بيوت كتير متضررة. إيه بس كمان قال إنه صار بالحارة مداهمات، والبيت اللي ما في حدا فاتوا وسرقوه. لك شبك سلوم؟ شبك سلومة؟ شو يعني نرجع؟ وين بدنا نرجع؟ ما طلعت عيوننا لقدرنا نمرق من الحاجز وننفض من هدول القناصة. معناها اسكتي حبيبتي، وإذا ما لقينا البيت مننام عرصيه. ولي شو هاد سيارة؟ ولي بس ما تكون مداهمة. منطقة محاصرة سليم، وهلأ فتنا عن الحاجز، بتكون سيارة حدا من المحاصرين. أهلين سليم، الحمد لله على السلامة. لك شو فهيم بعدك هو؟ طلعوا طلعوا هلأ لوصلكم، الحمد لله على السلامة أختي. الله يسلمك. لك كيف أمك؟ كيف أخواتها؟ طمني الوالد كيفه؟ الحمد لله كلهم بخير، كلهم بخير، بس طلعوا هلأ خليني وصلكم وأمن عليكم، هذا حاجز للشباب. شيشان؟ لا الحمد لله على السلامة عمو سليم. لك هاد مو ابن مروى؟ مروان؟ لك ابني، لك ابني شو هاد؟ لك ليش عامل بحالك هيك؟ عم دافع عن حارتي وبلدي خالته، مثلي مثل كل ولاد البلد الأحرار. اي بعد هالبارودة شوي، بعدها لبوسك لك ابني، بعدها. الله يحميك، لك لك الله يحميك ويرد عنك. خالتي ما عم تشوفي أمي؟ هي طلعت من الحارة معكم وتهجرت على حارة الفرن، بس من يوم العيد ما عاد سمعت عنها شي. إيه فيها خالته؟ لا والله يا ابني، نحنا يعني نحنا طلعنا من حارة الفرن من زمان. تفضلوا خالته. عمو سليم إذا بصير معكم أي شي، أي حدا بيتعرض لكم قلن أنا عمو لمروان، وهلأ تيسروا بسرعة، ما بتعرف إمتى بيبلش الضرب. سلمى ليش ما قلتي له؟ شلون بدي قل له؟ ما في داعي تقول شيء أخي سليم، ما في داعي. شلون يعني؟ مروان بيعرف إنه أمه ماتت بالقصف تبع الطيران يوم العيد، بس كل ما شاف حدا بيعرفها بده يسألوا عنها. الله يصبر قلبه. لك وين راحت؟ لك والله بحس الشنتاية أيام مثل سفينة نوح. لك يخرب بيته على الحاجز، نكت نكت وأنا. لك شبك شبك غايصة بشنتايتك، على شو عم تدوري؟ لك على مفتاح البيت. ايه ما في داعي، الباب مفتوح. ولي شو هاد؟ ايه يعني شو كنتي متوقعة؟ نحن بحرب يا مرا، بحرب، وطبيعي البيت يكون مسروق. سليم لك شبك شوفي، يعني سرقت البيت لك وينهد البيت كله على بعضه، أسهل علي من ملافظك. بسم الله شبك، لك شو قلت أنا؟ 100,000 مرة قلت لك، وأنت مصر تحافظ على تخلفك. أنا اسمي سلمى بنت عمي،
ضراب السخن يلي بدك ياه، بس لا تقلي يا مرا. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، حزينة وواعية، بس ليكي ترى معك حق، ها انت فعلا ما بتشبهي النسوان. سليم لك ايه ايه حبيبتي، يعني انت ما بتشبهي النسوان، بقصد يعني انت ما بتشبهي سخافة النسوان. ليكي معقول البيت يخرب بيتهم، قالبينه فوقاني تحتاني، وانت استغفر الله العظيم، ليك الكلاب شو عاملين؟ لميلي هالتحتاني، لميه، لميلي الداخل يا عيب الشوم. لك يخرب بيتهم شو وحوش، وحوش ناكتين الأواعي الداخلية، ليش ليش إزلال يعني؟ لعمة لك شو هاد، لك مو تاركين شي، لك التلفزيون، الفترينة، الكنبايات، الكوميدينة، لك ورق الجدران شايلينه وسارقينه، لك يخرب بيتهم، حسبي الله، يخرب بيتهم شو جوعانين، لك السجادة، لك حاجة تعد يا زلمة، لك الله لا لا تدعي لا تدعي لا تدعي. ولي شوف غرفة الضيوف، اللهم عافينا، هاي غرفة الضيوف رايحة كلها، سبحان الله، نحن وشقة أم الياس بس. يعني شكلها هي قذيفة الدبابة، لأنه بس الحيطان والسقف ما صاير عليهم شيء، الأرضية مفتوحة على شقة أم الياس. طلعي طلعي ليش؟ الحمد لله هيك صار البيت مكنكن أكثر ومفتوح على قبلي، استغفر الله العظيم. حيطان المطبخ بعد ما حلوا، والحمام كمان بس معزلينه، لك الله يكسر يديه ويقصف عمران. شوفي كمان أخذين البيديه، لك يا الله أخذين البيديه، شوف شوف الصور شلون نكوتة والوراق هاي شهادتي جوا، وهي وثيقة زواجنا، وهي هاتي لشوف، هاتي هاتي من إيدك، هاتي شو بدك تشوف، إيش في شي بينشاف، هاتي وثيقة الزواج لشوف، هاتي يا كانت باطلة ومحولة. لك بعرف، بس كنت بدي أقول كانت بالشنطة اللي منحط فيها الوراق الرسمية، سامسونايت شكلها عجبتهم وأخدوها. إيه شو فاضين ينقوا هنين، عشين عن أبو جنب، وهالصوفاية الكركوبة لو ما أنا مقرقعة ما تركوها. العامة معقول يكونوا أخدوا المكتبة من جوا؟ شو بدهم بمكتبتك وكتبك أنت؟ بيني وبينك بعد ما شفت غرفة الضيوف والمطبخ مو مسترجي يفوت على غرفتك وغرفة النوم، أكيد مو تاركين شي. الحمد لله، المهم إنه البناء مو متضرر إلا من غرفة الضيوف، وأصلا هي ما كان إلها شغل كتير، أمك وأختك ما بيحلالون القعدة إلا بالصالون يا بعدي. وأمك ما كانت تقعد إلا بأوضة مكتبك لازقة فيك ورا الكمبيوتر، وعلى ددددددددددددددددد أسرار أسرار ومكاشفات. يا لطيف شو عقربة، شو رأيك حبيبتي نكمل جولتنا بالبيت وبعدين منتخانق على قصة أمي وحماتي وأمك وما بعرف شو؟ مو أنت بلشت تشكل قاسي؟ شلون شفتي للمطبخ؟ معزلينه، شفته من برا لسه ما فت عليه، الحمام سارقين المناشف والصابون والشامبو، والليفة يبعت لون حمى يبعت لون قتلون، حتى ليفتك البطة كمان أخدينا. ايه طبعا هي لازم ياخدوها لأسباب تمس الأمن القومي. ايه طبعا بطة. وخاصة انه صعب حدا يصدق انه زلمة صار بالأربعين ولسه بيتليف بليفة أطفال وبطة. قولي على أمه هون، لك هي كتير قريبة. تعال تعال خلينا بالصالون، أأمن شي بالبيت هو صالون. ايه صح صح، بس البيت حبيبتي كله مو آمن. دي خليني شوف من البرندة، بركي بعرف وين نازلة هي القذيفة. لك استنى شوي، ما تروح تجيك وحدة تانية. لك الله الحامي، شبنا شبنا الله الحامي. فهي تشوف غرفة النوم واتطمن على المكتبة، وانت شوفي لي المطبخ لنشوف شو بقيان منه. ولي شوفي، تعي شوفي، تعي شوف. لك شو بدي شوف، لك اسكت بقى، استغفر الله العظيم. لك شبك كابين كل المونة بالأرض ولا شي بالمطبخ، بس تاركين سلة المصالح.
وكاسرين قطر ميز المونة والأرض سايحة بالزيتون والمكدوس المعفن والزيتون معزلين قط النوم بس تاركين البرادي مشقف في غرفتي. بغرفتنا الأمور تمام الحمد لله. تاركين الكتب طبعا طبعا بس فاردين على البلاط طابشين الفترينة فوق صايرة الغرفة جصمص. طبعا الكمبيوتر رايح واللابتوب والخزانة الصغيرة فاضية. المونة كلها على الأرض كله على الأرض ما في شي ناقص يمكن إلا البراد. لك قلنا لك معزلينه البراد الغاز الميكروويف الكولر الطناجر المعالق هاد كله بح بس المونة مو أخدينا مكسرين القطارميز كلها كابين المونة بس شو؟ مو أخدين من المونة إلا الشنجليشات.